لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. ما علاقة فرار الإرهابيين بالحكم الصادر ضد الغانوشي؟ علقت أنها في البرلمان والعضو في لجنة الحقوق والحريات فاطمة المزدي. علق خبر فرار 5 إرهابيين متورطين في اغتيال براهمة والعيد من سجن المرناقية في هذا السياق. قالت فاطمة المزدي في تصريح لـ AFM اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري أن فرار هؤلاء هو خيانة وهناك من دبر عمله. الفرار ورئيس الجمهورية قيس سعيد ليس له الحق في القول، يجب تطهير الإدارة وفق تعبيرها. وقالت المزدي أن 5 إرهابيين هم من أخطر إرهابيين في السجون التونسية، معتبرة أن التوقيت الذي خرجوا فيه هو توقيت خطر على الشعب التونسي. وتوقيت فرارهم جاء بالتزامن مع الحكم على رئيس حركة النهضة السابق راشد الغانوشي. وإشارة لأن الداخلية أعلنت في بيان لها عن فرار 5 إرهابيين من سجن المرناقية وطلبت المواطنين بالإبلاغ السريع في حال التعرف عليهم. وكان القضاء قد شدد حكما استئنافيا بسجن زعيم حركة النهضة الموقوف راشد الغانوشي من 12 إلى 15 شهرا مع غرامة مالية فيما عرف بقضية تمجيد الإرهاب على ما أعلن حزبه.